أهلا يا برج الجدي في القراءة العامة لشهر يوليو 2019، قراءة عامة عن العاطفة، العمل والمال، الوضع الصحي وكمان الوضع الدراسي. أتمنى إن القراءة تعجبكم إن شاء الله يا برج الجدي. يا ريت الأول مرة يشوف الفيديو يعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو لسه ما اشتركش. كمان لأي أسئلة أو أي استفسارات وسائل التواصل هتلاقوها موجودة تحت الفيديو. فخلينا نبتدي مع بعض. بسم الله. ده انت يا برج الجدي الحبيب. وضعك في الشغل، الوضع الصحي، الوضع الدراسي، والنصيحة. اوكي، اوضح. أوكي، أنا شايف إن أغلبكم يا برج الجدي أنتوا نهيتوا شيء نهاية تامة، قفلتوا باب العلاقة دي تماما، وفي بعض منكم قفل العلاقة دي ولف ظهره ومشي بيدور على بداية جديدة بس بيراقب الحبيب من بعيد، وللبعض الآخر هو نهى العلاقة دي ونفسه ان هو يرجع بطريقة مختلفة ويعمل تغيير شامل في العلاقة، يبتدي من اول وجديد، يعني ناوي يتغير ويحاول يغير من الشريك ويرجعوا مع بعض، يبتدوا مع بعض بعد ما يعالجوا كل الحاجات اللي كانت بتمثل لهم عقبات في العلاقة دي. وانا شايف ان اغلبكم هو اللي ممكن يكون بيفكر بالشكل ده، سواء انتوا نهيتوا العلاقة تماما أو نفسكم إن انتوا تغيروها بطريقة مختلفة. في كلا الأحوال شايفكم بتراقبوا الشريك من بعيد، لسه مهتمين إن انتوا تعرفوا أخباره، يعني في كلا الحالات. أما بالنسبة للحبيب أنا شايفه بيفكر فيك بشكل عميق جدا، عنده حنين شديد تجاه الحاجات اللي كانت ما بينكم في الماضي، بيفكر كتير في الأوقات الحلوة اللي كانت ما بينكم، عنده حنين شديد ليك وحنين شديد، حنين شديد للحظات اللي كنتوا بتقضوها مع بعض، بيفكر فيك طول الوقت، نفسه يرجع لك ويقدم لك اعتذار ويقدم لك هدية كمان. شايف مجموعة منكم انتوا كمان نفسكم تعملوا له نفس الحاجات دي. هو عارف ان انت التوين فليم بتاعه، لو ما كانش عارف هو عارف ده دلوقتي وبيتغير علشانك. نفسه يجي ويقدم لك حاجات كتير حلوة، نفسه كمان ان انتوا تسافروا مع بعض وتقضوا اوقات جميلة سوا. ده بالنسبة لوضعكم العاطفي. بالنسبة لوضعك في الشغل يا برج الجدي، انا شايفك حزين جدا، ممكن تكون انت اتأذيت كتير في الشغل من الناس اللي حواليك، استحملت كتير فوق طاقتك، كنت مضغوط كتير، كان عندك حاجات كتير ومشاكل كتير مسببة لك قلق وحيرة، مش عارف تعمل ايه، بتفكر كتير، بتفكر كتير علشان توصل لحل، ولكن انت مش عارف. ممكن يكون قدامك حلول كتير بس انت شايف ان ولا حل منهم مناسب لمشاكلك في الشغل، بس حاول تركز هتلاقي حل في النهاية. فكر كويس، صفي ذهنك الأول من الضغوط اللي انت فيها، علي الروحانيات بتاعتك، خليك شخص متفائل، صفي ذهنك تماما علشان تقدر ان انت تاخد قرار وتختار الحل المناسب من بين كل الحلول اللي قدامك وانت مش عارف تختار منها. بالنسبة لوضعكم الصحي، انتوا عندكم طاقة مراقبة شديدة تجاه أمور حياتكم كلها، حاسين ان انتوا مش مستقرين في حياتكم، نفسكم في الاستقرار، برضو انتوا محتاجين مساعدة من الناس اللي حواليكم، اطلبوا المشورة من الناس القريبين منكم، من الناس اللي بتحبكم، حتى لو انتوا مش حواليكم حد تاخدوا منه المشورة،
حاولوا تاخدوا المشورة من حد متخصص، انتوا محتاجين مساعدة علشان توصلوا للاستقرار في حياتكم يا برج الجدي. بالنسبة للطلبة منكم، شايف في عندكم برضو نجاح واستقرار الفترة اللي جاية، عندكم انتقال من حال لحال من مرحلة لمرحلة. ممكن يكون يعني الانتقال ده هيبقى مش انتقال المفروض ان هو يحصل، لا الانتقال ده انتوا اللي هتقرروا. ممكن يكون عندكم مثلا تحويل من كلية لكلية او تحويل من مدرسة لمدرسة. شايف في عندكم انتقال داخل نفس المرحلة. انتوا ممكن تكونوا تعبانين في المكان اللي انتوا فيه وقررتوا ان انتوا تروحوا تنقلوا للدراسة في مكان تاني، او ممكن من بلد لبلد برضو ولكن في نفس المرحلة اللي انتوا فيها. بس انتوا عندكم نجاح يعني في الفترة اللي جاية، وانا شايف لو انتوا مترددين او بتفكروا في ان انتوا تغيروا حاجة في دراستكم، حاولوا ان انتوا تعملوا كده، دي هتجيب لكم نجاح. بالنسبة للنصيحة، نصيحة بتقول لك يا برج الجدي استشفي، اطلع من الحزن اللي انت فيه، اطلع من الحاجات اللي بتتعبك، خليك شخص روحاني وشخص متفائل، اطلع من كل الحاجات اللي بتتعبك، خليك حد جذاب، خليك انت عندك امكانيات كتير، عندك حاجات كتير حلوة، مؤهل ان انت تعمل اي حاجة، حاول تستغل الامكانيات اللي عندك دي في ان انت تكون شخص مبسوط. فأنا شايفها قراءة كويسة يا برج الجدي، حاول بس إن أنت ما تفكرش كتير، اطلع من طاقة المراقبة اللي أنت فيها. اللي أنت عايزه هتوصل له إن شاء الله. لو أنت نفسك في رجوع الحبيب بيفكر فيك كتير ونفسه في رجوع معاك، بس أنا شايفك أنت حزين فبلاش يعني الحزن ده. حتى في الشغل ما تقلقوش، الأمور كلها هتبقى تمام. هعمل دلوقتي قراءة تانية للمطلقين والمنفصلين من برج الجدي علشان أشوف هيبقى فيه رجوع ولا لأ. دول اللي هم منفصلين من زمان، يعني بقالهم فترة منفصلين وبيفكروا في رجوع. هل يوجد رجوع للمنفصلين والمطلقين من برج الجدي؟ الرجوع موجود، الحبيب نفسه في استقرار معاك من بعد فترة كبيرة من الابتعاد، وان ممكن تكونوا انتوا اصلا مش عارفين عن بعض حاجة. زي ما قلت ممكن تكون انتوا اللي مترددين مش هو في الرجوع ده. هو نفسه في استقرار معاك، نفسه في بداية جديدة، بس نفسه ان انتوا لما ترجعوا تبتدوا ان انتوا تتناقشوا ويكون في محاكمة ما بينكم، يكون في كلام كتير، يكون في أخذ وعطاء، يكون في عتاب قبل الرجوع ده ما يحصل. فالرجوع موجود إن شاء الله، بس زي ما قلت لكم حاولوا إن انتوا تتخلصوا من الطاقة السلبية اللي انتوا فيها علشان الرجوع ده يحصل. أوكي يا برج الجدي، خليني أشوف العزاب من برج الجدي هيبقى فيه حب قادم في الطريق لهذا الشهر ولا لأ. أوكي العزاب من برج الجدي، هل فيه حب قادم في الطريق؟ وانا ظاهر لي يا برج الجدي ان الشخص اللي جاي ده يا اما حاجة من اتنين، يا اما شخص انت كنت مرتبط بيه من زمان وهيرجع يطلب منك ان انتوا ترتبطوا، يا اما هيكون شخص مش كويس.
يعني ممكن كمان لمجموعة منكم كان حد قديم والمجموعة منكم حد جديد، بس شخص مش كويس، شخص هيبقى مظهره من بره جذاب، شكله حلو، شخص أنيق، شخص ناجح، شخص عنده كل الإمكانيات الجميلة إن الناس تتشد ليه، بس هو كشخصية هتلاقيه ممكن يكون متلاعب، فحرصه واعرفوا الشخص ده كويس قبل ما ترتبطوا بيه. فدي كانت القراءة يا برج الجدي، يا ريت تقولوا لي رأيكم انطبقت معاكم ولا لأ، ولو انطبقت انطبقت بنسبة قد إيه، يهمني جدا إن أنا أعرف رأيكم. يا ريت يا برج الجدي اللي ما عملش لايك يعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة لو لسه ما اشتركش. كمان لأي أسئلة أو أي استفسارات تقدروا إن أنتوا تتواصلوا معايا عن طريق وسائل التواصل اللي هتلاقوها موجودة تحت الفيديو. متشكر جدا ليكم يا برج الجدي، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.